festival, it's a goal come true. A big team work on their goals and build this. بالنسبه لتيمة المهرجان باينه غير في العنوان ديالو، يعني مهرجان يهتم بافلام التي تعالج قضايا وامور البيئه عموما، وخصوصا هاد التغيرات المناخيه اللي كتوقع في الكره الارضيه ولا في العالم، واللي كل شيء جميع بزاف ديال المنظمات العالميه كيهتموا بها. عندنا المسابقه الرسميه كانت فيها 11 افلام، اللي فيها افلام مغربيه، فيها افلام من امريكا اللاتينيه بحال البرازيل بحال الارجنتين، افلام من اوروبا بحال اسبانيا وفرنسا وسويسرا، وافلام متنوعه فيها افلام التحريك، افلام الخيال، افلام الفيلم الوثائقي، وكذلك فيلم تجريبي. وحتى اللجنه كانت لجنه دوليه فيها مدير مهرجان دولي في اسبانيا، فيها ممثله مقتدره من البرتغال، وفيها ناقد سينمائي مغربي، وفيها المخرج اشاور اللي معروف في الساحه الفنيه المغربيه. كانت صراحه كانت الاجواء ديال المهرجان مميزه، حيث المهرجان كيدار في سيدي وساي، وسيدي وساي كيف ما كنعرفوا فيها البارك المتنزه الوطني اللي فيه بزاف ديال الحيوانات وفيه بزاف ديال الطيور، والناس حسوا بان المهرجان في محله وفي موقعه. وحنا من خلال المهرجان كنحاولوا نوسعوا الدائره ديال الوعي أهمية البيئة، ومن خلال المهرجان كذلك فرصة لتكوين شباب ماسة وسيدي وساي عن طريق الورشات والماستر كلاس اللي كانوا في المهرجان. سعداء نلتقي بكم في هذه الليلة الختامية لمهرجان السينما والبيئة اللي كيتنظم في منطقة سيدي وساي من طرف جمعية حسن فلول تحت هذه الأمطار الخير، كنحمد الله ونشكره. الحمد لله المهرجان داز في ظروف جميلة جدا، كانت هناك ندوات، كان هناك مشاهدات مميزة. اليوم عطينا الجوائز للمهرجان، كنتمنى المهرجان استمرارية، كنتمنى لهم طول العمر، وكنتمنى إن شاء الله أنه يكون واحد الالتفاتة ودعم لهذه المهرجانات لأنها مهمة في إطار التنمية ديال المناطق النائية شوية، وتقريب السينما وتقريب الفرجة من المواطن المغربي. كنتواجدوا في مهرجان السينما والبيئة اللي كتشرف عليه جمعية أسن فلول، بالتالي هذا كيشرفني كأحد المكرمين في هذا اللقاء هذا وفي هذه الدورة السادسة. حقيقة أنه منطقة مسا فعلا كتحتاج لهذه التظاهرات الثقافية السينمائية وأيضا حتى المسرحية، لأنه منطقة اللي فيها شباب خصني يدعمهم وخصني أطرهم وخصني يعطيهم واحد الأمل على أساس أن التهمة يختبروا أنفسهم في المجال أو في الحقل السينمائي ولا الحقل المسرحي. الحضور ديالي اليوم يعني كيدل على السعادة، لأنه الفنان المغربي وأي شخصية فنية اللي كتعمل في الميدان الفني دائما كتفرح ملي كيتقام ليها بحال هذا التظاهر وكيتقام ليها التكريم، لأنه هذا متنفس ديال الفنان. وبحال هاد المهرجانات هما كيشكلوا واحد الاطار ديال التواصل كتلقى فيه مع فنانين اخرين، وكيتم واحد التبادل ديال المعلومات، وبالتالي يعني المجال ديالك انه كتحبوا وكتواكبوا وكتلائم معاه في مثل هاد التظاهرات. هاد الدوره هذه كتميز بحضور مجموعه من الافلام اللي الحمد لله اللي اليوم توجت، الافلام الجميله اللي توجت بالجائزه الاولى، وفيها الممثلين احسن دور اناث، احسن دور ذكور، احسن سيناريو، يعني جوائز اللي تقدمت لهاد الناس اللي بذلوا مجهود وكيستاهلوها. والحمد لله انه حتى اللجنه المنظمه ما فيه الناس اللي جاوا الاجانب ولا اللجنه اللي الناس اللي جاوا من المغرب، انه اللجنه متكامله، اللجنه اللي متحابكه في هذا الميدان، اللي استطاعت حتى هي انه تعطي واحد الفكره وتراجع مجموعه من الافلام الاعمال اللي جات قدمها، تراجع بحنكه وبموضوعيه وبتاني. هكذا هي همه الشباب، هؤلاء هم صناع الفرجه السينمائيه والثقافيه في منطقه سيدي